السلام عليكم. نتابع جولتنا في عالم الروح والوعي. هذه حلقات نحاول من خلالها أن نجيب على أهم الأسئلة العقائدية والفكرية والفلسفية عن الذكاء الاصطناعي. هل يمكن للروبوتات أن تمتلك وعيا؟ فنحن تحدثنا في حلقة سابقة عن الوعي وعن مفهومه وعن ارتباطه جذريا بالروح، وقلنا حتى الجمادات يمكن أن يكون لديها وعي وتمييز وإدراك بالقدر الذي يسمح به الله جل وعلا، فضلا أيضا عن الوعي الحيواني والوعي عند النباتات، ولكن أيضا بشكل جزئي. وفي هذه الحلقة أيضا سأتابع هذا النقاش ونخوض أكثر في مفهوم الروح، لنحاول مرة أخرى أيضا أن نجيب على نفس السؤال: هل يمكن للروبوتات أن تمتلك وعي؟ من حيث هل يمكن أيضا أن تمتلك روحا، بمعنى هل يمكن أن نخلق لها روحا أو نصنع لها روحا أو نضيف لها روحا ننقلها من مكان إلى آخر، أو هل يمكن من خلال تطورها الصناعي بمعنى تطور الذكاء نفسه أن تمتلك بذلك وعيا من خلال امتلاكها للروح بأي شكل من الأشكال؟ هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه في هذه الحلقة. طبعا كما نعرف الروح هي أمر غيبي لا يمكن أن تفهمها إلا من خلال إيمانك بأحد الأديان، فحتى بعض الأديان المحرفة مثل البوذية والهندوسية، والأرجح أنها محرفة عن دين سماوي أو مقتبسة بشكل من الأشكال من أحد الأديان السماوية، فكلها تؤمن بالروح. لو ما في دين فما في أي مفهوم للروح، لأنك لا يمكن أن تراها أصلا ولا تلمس إلا جزءا من آثارها، وهو الوعي مثلا أو الحياة بشكل عام. ولكن الماديين حتى الموجودين سابقا وليس فقط في العصر الحديث لا يؤمنون بوجود الروح نهائيا. لذلك بما أننا مسلمين فنحن سنحاول فهم ما هي الروح من خلال النصوص الإسلامية، وسنخوض أيضا في المفاهيم الفلسفية لنحاول أن نرى ما الذي فهمه الفلاسفة من الروح سواء المسلمين أو غيرهم. نبدأ بسؤال مهم: هل هناك فرق بين النفس والروح أم هما متمايزان؟ في الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي هذا الحديث نفسه في رواية: ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. إذن في نفس الحديث الروح والنفس مترادفان، وهذا ما يؤكده معظم العلماء. يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه القيامة الصغرى: وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان، وهذا المخلوق الذي تكون بالحياة وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا ونفسا. هو نفسه، الروح والنفس شيء واحد، ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى، وهذا سنأتي إليه. أيضا في كتاب العقيدة الطحاوية، هذا كتبه الشيخ أبو جعفر الطحاوي في القرن الرابع الهجري، يقول أيضا: النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا كانت مجردة فتسمية الروح لها أغلب. أيضا نفس هذا المعنى نجده لدى الكثير من العلماء، سأختصر حتى لا نخوض كثيرا، وأختم هنا بما قاله ابن تيمية رحمه الله. قال أيضا نفس المعنى تقريبا: تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفه، ولهذا يسمى الريح روحا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله. أيضا في أكثر من موضع في كتبه وخاصة في رسالة العقل والروح يقول: الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. إذا نفس المعنى. أيضا هناك عدة نصوص في نفس الكتاب، منها أيضا قوله: الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معاني، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق، وهذا المعنى سنجده لدى أيضا علماء أو فلاسفة آخرين. وأيضا يقول في نص آخر: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. هم كانوا يرون أن الروح موجودة في كل الجسد تقريبا، هي تحل في كل خلاياه، وممكن تقول هي جسم موازي لهذا الجسم على نفس الهيئة، ولكن جسم لطيف لا يرى. هناك معاني أخرى للروح كما قلنا ممكن نستنبطها من كتاب الروح لابن القيم، وأيضا من مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، نمر عليها أيضا سريعا. تطلق الروح مثلا على جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين كما في سورة الشعراء، يراد بهذا المصطلح أيضا القرآن نفسه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يراد بها الوحي أيضا، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قد تطلق أيضا كلمة الروح على الدعم والتعزيز الذي ينزله الله أو ينصر به الله المؤمنين وأيدهم بروح منه كما في سورة المجادلة. أيضا يراد به المسيح عيسى عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأخيرا الروح التي نعرفها وهي التي نتحدث عنها، قل الروح من أمر ربي كما يقول ابن القيم، هي ما يحيا به الإنسان. الآن هل للروح كيفية تعلم؟ اقتبس هنا نصا أيضا من كتاب الدكتور عمر الأشقر: الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات، ولا نستطيع أن
نعرف صفاتها، غير أنه جاءنا من أخبارها أنها تصعد وتهبط، وإلى آخر الكلام على أنه أمر من أمر الله، قل الروح من أمر ربي، لا يمكن أن نخوض في تفاصيل هذه الروح إلا مما حدثنا الله عنه، فليست لها كيفية تعلم. أيضا مسألة مهمة، الروح تقبض عند النوم، كما تسمى في الإسلام الموتة أو الوفاة الصغرى. في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخره. أيضا في حديث رواه البخاري، لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات فناموا وغلبهم النوم حتى طلعت الشمس، فراحت عليهم صلاة الفجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. إذن الأرواح تقبض يوميا، كلما نمنا تقبض، ولكن هو قبض جزئي إذا صحت التسمية، فتعود إلينا عندما نستيقظ. الآن سأستعرض معكم أهم ما قاله الفلاسفة عبر التاريخ عن الروح، وسنتحدث هنا بالترتيب الزمني. ربما بعضكم يعرف أن الفلسفة اليونانية كانت قبل سقراط تهتم بالكون، بالموجودات، بالمجردات بشكل عام، ثم يقال سقراط أنزلها من السماء إلى الأرض وبدأ يتأمل في الإنسان، فيعني هو ربما أول الفلاسفة الذين نعرفهم، الذين سجلهم لنا التاريخ، الذين بحثوا في مفهوم الإنسان. جاء بعده أفلاطون، هو الذي بدأ يتحدث بشكل مفصل أكثر عن الروح. وللعلم أفلاطون يبدو لي هو غنوصي باطني بكل معنى الكلمة، كان يؤمن بتناسخ الأرواح، وغالبا هو أيضا متأثر بفلسفات إما كانت في اليونان باطنية غنوصية أو موجودة في شعوب أخرى. فهو كان يرى أن الروح هي جوهر الشخص، هي الأهم، يعني هناك كيانين أو جوهرين، جوهر مادي وجوهر روحي. وهو كان مؤسس لنظرية المثل، هناك عالم مثالي، عالم روحي توجد فيه المثل العليا والقيم والأفكار المجردة والأرواح، ويقابله العالم الذي نعيش فيه هو عالم المادة. فالروح بهذا المعنى هي جوهر غير مادي ولا يحتل مكانا في عالم الأجساد، ليست موجودة في عالمنا، في عالم موازي، عالم الروح. وكان أفلاطون يرى أن الروح تتكون من ثلاثة أجزاء متناغمة، العقل أو الأنا العليا هي التي تقمع الشهوات وتهذبها وتؤدي للتوازن، وهذا الجزء من الروح لا يموت هو خالد. ثم النفس أو الإيجو، وهو الجزء العاطفي من الروح والذي يؤدي إلى أعمال الشجاعة. ثم الجزء الأخير الرغبات، هو الذي يدفع الإنسان للسعي وراء احتياجاته الجسدية الأساسية كالتكاثر والطعام والشراب. ربما تجدون من هنا اقتبس فرويد نظريته أيضا في تقسيم العقل. على أي حال، هذا المعنى الغنوصي لم يوافق عليه تلميذه أرسطو. أرسطو كان أقرب إلى المادية، لذلك الفلسفة المادية المعاصرة أيضا أقرب إليه. هو كان يرى أن الروح هو حقيقة الجسد، وبزوال الجسد تزول الروح. وكان يرى أن الجسد والروح هما جوهران وكلاهما بنفس القيمة، يعني ليس كما يرى أفلاطون وغيره، حتى نحن المسلمين نرى الروح أهم من الجسد. لا، هو كان يرى المادة، الجسد يعني المادي، والروح كلاهما بنفس القيمة، والروح هي خاصية من خواص هذا الجسد، إذا مات الجسد انتهت الروح. كأنه بهذا المعنى يعني ما في بعث في الآخرة، وما في أي قيمة أيضا لهذه الروح أكثر من كونها تعطي الحياة لهذا الجسد. أيضا كان أرسطو يرى هناك ثلاثة وظائف للروح. الروح النباتية هي التي تعطيها الخاصية للتغذية والتكاثر، يعني الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للحياة. ثم الروح الحيوانية، وظيفتها الإحساس والتنقل. ثم الروح العاقلة التي نجدها في الإنسان، وظيفتها التفكير. والإنسان لديه الوظائف كلها، فهو أرقى من النبات والحيوان، ولديه كل ما يوجد لدى الحيوان والنبات. الآن في الفلسفة الإسلامية كما نعرف، تأثر الكثير من المسلمين بهذه الفلسفة المستوردة من اليونان، سواء من أفلاطون أو أرسطو، ومعظمهم كما يبدو لي حاول أن يمزج بين اثنين، روحانية أفلاطون ومادية أرسطو. أول فيلسوف في العالم الإسلامي كان الكندي، هو كما يسمى فيلسوف العرب، ولكن لم يخض كثيرا في هذا المعنى. الرازي جاء بعده في القرنين التاسع والعاشر ميلاديين، وفي تلك الأيام كانت الترجمات قد نضجت أكثر من الفلسفة اليونانية، وكان يحاول أيضا أن يوفق كما قلنا بين فلسفة أرسطو وأفلاطون. فمثلا هو تأثر بأفلاطون بتناسخ الأرواح، يعني عندما يموت أحدنا فروحه تنتقل إلى جسد آخر، وهذه الفكرة شرحناها في حلقاتنا عن حركة العصر الجديد. هذا مفهوم أساسي في الهندوسية والبوذية، فالإنسان لما يموت إما تصعد روحه إلى أعلى، إلى طبقة أعلى، وتحل في إنسان أفضل، أو ربما في كيان أعلى في عالم السماوات وتلتحق ببوذا، أو إذا كان عاصيا أو غير مهذب أو غير محترم في هذا الحياة فتهبط، إما لتحل في جسد إنسان سيء مجرم مثلا، أو تحل في جسد حيوان. فحتى هذه الحيوانات عند البوذية هي ربما تكون من بشر سابقين، حتى الحشرات نفسها قد تكون أرواح لأجدادنا كما يعتبرون. فللأسف يعني الرازي اقتنع بشكل أو بآخر بفكرة تناسخ الأرواح، ولكن أيضا حاول كما قلنا أن يؤقلمها مع أفكار أرسطو، وتحديدا الفكرة الثلاثية. أيضا أفلاطون كان يؤمن بالحلول أو وحدة الوجود، أن هناك روح إلهية تتحرك في هذا الكون، وكان يسميها روح العالم
العالم أو الروح الكونية، وهذه أيضا موجودة في حركة العصر الجديد وفي البوذية والهندوسية كما قلنا. فهذه أيضا الرازي حاول أن يأقلم هذه الفكرة، وهذا موجود أيضا للأسف عند بعض الحركات أو الفلسفات الصوفية المتطرفة في الإسلام. جاء بعده ابن سينا. ابن سينا طبعا فيلسوف كبير وطبيب معروف، وكان يسمى الشيخ الرئيس، لديه مؤلفات ضخمة مثل الإشارات والتنبيهات والشفاء. في كتاب الشفاء أيضا تحدث عن مفهوم الروح وفصل فيه كثيرا، وأيضا هو حاول أن يوازن بين أرسطو وأفلاطون. فمثلا نرى أنه كان يقول النفس أو الروح بمثابة صورة للجسد، هي أيضا تمثل الكمال الأول للجسد المادي الذي يقوم بالوظائف الحيوية التي نعرفها. أيضا النفس أو الروح بمثابة الجوهر المستقل بذاته، وهي صورة ووظيفة للجسد. هناك برهان مشهور ومهم لابن سينا يسمى بالرجل الطائر أو الرجل المعلق، وكان رد على أرسطو، ويعتبر من أهم البراهين الفلسفية التي حتى انتقلت إلى الغرب وتأثر بها بعض الفلاسفة. كان باختصار يقول تخيل أن هناك رجلا طائر أو معلق في الهواء في الفضاء في مكان حتى ما في هواء وما في نور، ظلام دامس، وخلق هذا الرجل على هذه الهيئة، يعني الآن خلق في هذه اللحظة وخرج من العدم إلى الوجود، وجسده ممدد بحيث أنه يعني أطرافه اليدين والقدمين مربوطة بمكان ما بحيث لا يستطيع أن يحركها، ولا يستطيع أن يرى ولا يسمع ولا يشم، كل شيء من حوله ظلام، ولا حتى يحرك رأسه، ولا يشعر بأي شيء محيط فيه، ما في أي هواء مثلا يهب على جسمه فيحس به، ولا في أي حرارة أو برودة، وما في أيضا أي إحساس بأعضائه الداخلية، ما في جوع ولا عطش ولا أي شيء. يعني باختصار كل حواسه هنا لا تعمل، أو على الأقل لا تحس، حتى لو كانت تعمل ولكن ما في أي مؤثرات حسية حوله، وما في عنده ذكريات لأنه ما كان يعيش في حياة سابقة ولا كان طفل يتدرج حتى وصل إلى هذه المرحلة، الآن خلق في هذه اللحظة. فيقول ابن سينا تخيل الآن في هذه الوضعية ما الذي سيفكر فيه؟ على الأقل سيفكر هذا الرجل بأنه موجود، يعني هذا شيء ما في خلاف عنه، هو سيشعر بأنه موجود وسيقتنع بهذه الفكرة. ما سيفكر فيه لاحقا هذا أمر آخر قد نختلف عليه. فيريد هنا أن يقول ابن سينا الرجل هذا سيعرف ذاته ولن يغفل عن ذاته، هو يعي ذاته في هذه الحالة، وهذه بالفعل نظرية أو برهان جدا مهم، لأن أرسطو كان يرى الروح مرتبطة ارتباط كامل بهذا الجسم، هي شكل الجسم، لكن هنا ابن سينا كما رأينا ما في أي ارتباط، حتى لما ما تكون واعي بجسمك وبوجودك المادي ولا بوجود أي شيء مادي حولك، ولا تعرف أن هناك وجود مادي أصلا لأنك الآن خلقت في هذه اللحظة، فأنت بروحك تعي ذاتك، تعي أنك موجود، أنك أنت إنسان مخلوق، أن هناك ذات موجودة على الأقل، موجودة وتفكر. ويقال من هذا المعنى ومن هذا البرهان الرجل الطائر أو المعلق اقتبس ديكارت فكرته المشهورة التي تسمى بالكوجيتو، أنا أفكر إذا أنا موجود. فلو قرأتم هذه القصة عند ديكارت ستجدوها بشكل مشابه، هو قال أنا جلست الآن أمام المدفأة على هذا الكرسي، تخيلت أني لا أشعر بأي شيء حولي، كل الحواس تعطلت، تجرد بشكل يعني ممكن تقول تجرد صوفي من كل شيء، فما الذي سأفكر فيه بهذه اللحظة؟ أنا أفكر، يعني ما في أي شيء أفعله سوى أني أفكر، إذا بما أني أفكر فأنا موجود، هناك ذات موجودة لأنها تفكر. ومن هنا بدأ يفكر ويؤسس للأفكار الأخرى، بما أني أنا موجود فإذا هناك الله الذي خلقني هو موجود إلى آخره، وأسس من خلالها فلسفته المشهورة. ويقال هنا أن ديكارت أخذ من ابن سينا هذا المعنى وأسس عليه فلسفة مهمة جدا في القرن 16 الميلادي. المهم هنا أن ابن سينا فعلا أثبت أن هذه الروح هي التي تعي، ويمكن أن تكون منفصلة عن الجسد، ليست مرتبطة به وليست مجرد وظيفة للجسد. الآن ننتقل للإمام الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام، في كتابه إحياء علوم الدين تحدث أيضا عن الروح، قال لها معنيين، أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت، فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به. يعني كلما انتشرت هذه الروح وحلت في كل خلية من خلايا الجسد فتنقل إليها الحياة ومنها تتأثر، يعني ونرى آثار الحياة مثل الحواس وغيرها. ويقول الأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى، وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب، كما نرى هذا ما كان يؤمن به الأطباء في تلك المرحلة، أن هناك بخار يخرج من هذا القلب ويسري في كل الجسد عبر العروق، عبر عروق الدم نفسها، ومنها تبدأ الحياة أو تنتشر الحياة. المعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، وهو الذي شرحناه في أحد معاني القلب، وهو المراد به في قوله قل الروح من أمر ربي، وهو الجسم اللطيف. وكلمة الجسم اللطيف كما رأيناها عند ابن تيمية أيضا، هذا المصطلح تجده في كل العلماء تقريبا، كل الفلاسفة القدماء، جسم لطيف، حتى لدى المستشرقين كما رأيت تكتب هكذا جسم لطيف، وهو كما رأينا القوة المدركة. وقالوا أيضا المعنى الآخر كما قلنا هو هذا البخار أو الهواء الذي يخرج من القلب وينتشر في الجسم. يقول أيضا النفس لها معنيين، إما المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، أو اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته، يعني تقريبا النفس هي الروح أيضا. الآن نرى ما قاله ابن القيم في كتاب
كتابه الروح هو من أهم الكتب في تراثنا الإسلامي التي خصصت لمفهوم الروح تحديدا، مع أن هذا الكتاب اعترض عليه بعض السلفيين حتى المعاصرين منهم ابن باز رحمه الله، يعني لم يقتنع ببعض ما فيه، ويعني ربما أسرف فيما نقله عن قصص عذاب القبر، تجد بعض القصص يعني وكأنها أساطير. وأيضا ابن باز اعترض على فكرة أن الأجر يعني أجر قراءة القرآن يمكن أن تهدى لروح الميت إلى آخره، قضية فقهية. فلذلك بعض العلماء قالوا لعل ابن القيم كتبه في بداية الطلب كان ما زال شابا صغيرا، ولكن أيضا بعض المحققين قالوا هو كتبه لاحقا بعد لقائه بابن تيمية. على أي حال الكتاب يعني يؤخذ منه ويرد. أنا ما يهمني هنا هو أنه نقل عن الرازي، ابن القيم نقل عن الرازي 6 معاني للروح، ثم قال السادسة هي التي نوافق عليها. يعني تقريبا ممكن نقول أن ابن القيم تبنى رأي الفيلسوف الرازي في آخر معنى. المعنى الأول هو أن الروح عبارة عن الأخلاط الأربعة التي يتولد منها البدن. الأخلاط الأربعة كانت موجودة أيضا في فلسفة جالينوسي، مفهوم طبي وخاطئ طبعا. الثاني أنه الدم، الروح نفسها هي الدم. الثالث أنها الروح اللطيف الذي يخرج من القلب، نفس المفهوم الذي قلنا عنه قبل قليل. الرابع الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ، ومنه تأتي قوة الحفظ والفكر والتذكر. الخامس أنه جزء لا يتجزأ في القلب. السادس وهو الأهم وهو الذي يوافقه ابن القيم أنه جسم لطيف، كما يقول جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون إلى آخره. ثم في النهاية يفارق الروح البدن ويصعد إلى عالم الأرواح عند الموت. فيقول هنا ابن القيم وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. يعني فكرة أن أجمع الصحابة على هذا المفهوم ممكن نقول نستنبط ذلك، لكن ما أظن أن الصحابة تحدثوا في هذه المعاني ولا في هذه الفلسفة. ولكن يعني المهم هنا والذي لفت نظري أنه كلام ابن القيم مطابق للرازي، يعني هو وافقه وهو فيلسوف. وفي مكان آخر في الكتاب يقول أنه يعني أتباع أرسطو أو فلاسفة العرب كانوا موافقين لفلسفة أرسطو في مفهوم الروح، ونسب ابن القيم هذا المفهوم الذي سأقوله الآن لابن سينا والغزالي. هذا المفهوم يقول ليست النفس جسما ولا عرضا وليست في مكان ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض، ولا هي في العالم ولا خارجه ولا محايثة له ولا مباينة ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة، وإنما هي بالتدبير له فقط. طبعا ليس المهم الآن الخوض في هذه التفاصيل وكيف رد هذا على ذاك. ويعني ابن القيم رحمه الله كان يوافق الرازي وهو من أتباع أرسطو أو يعني متأثرا به، وافقه في المعنى السادس. الخلاصة إذن كل هؤلاء العلماء متفقين تقريبا على هذه المعاني، ولكن في اختلافات طبعا، لأنه كما قلنا بعضهم تأثر بأفلاطون وبعضهم تأثر بأرسطو فجنح قليلا. أبو محمد بن حزم هو سأختم به في كتابه الفصل قال ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان حية مميزة مصرفة للجسد. وبهذا نقول أيضا تقريبا يطابق كل ما قرأناه سابقا. لكن حتى لو كان يعني ابن سينا والغزالي قد قالوا أن النفس ليس لها مكان فهذا ليس أمرا مهما، المهم أن هذه الروح لها أثر على هذا الجسم ومنها الوعي والتفكير والحياة، سواء كان الجسم لطيف أو شيء آخر بغض النظر عن تحيزها في مكان أولى. الآن أيضا أستشهد بمقاله الغزالي أيضا في كتابه الإحياء عن العقل، قال أيضا له عدة معاني وأهمها أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور أو يراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أي اللطيفة. ممكن نفهم بنفس المعنى إذن هو الجسم اللطيف الذي يدرك ويفهم ويعي. إذن العقل والقلب والروح والنفس عند الغزالي تقريبا هي أمور متشابهة أو متطابقة. بهذا المعنى نستنتج إذن أن كونشسنس الوعي الذي نتحدث عنه اليوم هو نفسه الذي ينسب إلى هذه الروح ولا يوجد إلا بوجود الروح. وهذه هي الجزئية التي تهمنا في هذه الحلقة حتى نصل كما قلنا إلى الجواب الأساسي، هل يمكن للروبوت أن يمتلك الوعي وأن يمتلك الروح؟ الآن للإجابة على هذا السؤال نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. الخبراء يتحدثون عن نوعين من الذكاء الاصطناعي، الأول هو المحدود نارو، هو الموجود اليوم المطبق في تشات جي بي تي وغيره من الذكاء الاصطناعي الذي نعرفه. هنا الآلة أو الروبوت لديها مهام محددة ولديها قدرة على تعليم ذاتها حتى تصل إلى أعلى مستوى من الذكاء، ولكنها لا تخرج عن الخط المرسوم لها ولا تفكر بذاتها ولا تعي أبدا ذاتها. أما النقاش الذي نتحدث عنه الآن هو عن الذكاء الاصطناعي القوي strong، كما يسمى strong AI أو يسميه البعض General AI، الذكاء الاصطناعي العام. هذا حتى الآن لم يوجد بعد، هو مجرد خيال علمي ومفهوم موجود في الكتب والأفلام والروايات فقط، والنقاش كله أصلا على أنه هل يمكن أن نصل إليه. هذا النوع هو الذي يمكن من خلاله للآلات أن تصل إلى مرحلة موازية للبشر، أن تقوم بكل المهام التي يقوم بها العقل البشري. وهناك أيضا في الخيال العلمي ما هو أعلى من ذلك يسمونه الذكاء الفائق Super AI، وهذا يكون أعلى من البشر، هذا الذي سينتصر على البشر وهو
هو الذي يقولون في الخيال العلمي هو الذي سيستقل عن الإنسان ولا يمكن أن نفصل عنه الطاقة لأنه أذكى منا وسيجد مصادر أخرى للطاقة، فأنت لا يمكن أن تطفئه ولا تنتصر عليه، وربما هو سينتصر علينا وهو سيد هذا العالم ونحن سنكون عبيدا عنده كما يقولون في الخيال العلمي. الآن فكرة الذكاء الصناعي القوي قائمة على الفكرة الأساسية التي تحدثنا عنها سابقا، فكرة الوجود المادي أساسا، أن الوعي عبارة عن نتيجة لوجود الدماغ، بمعنى أن قدرات الإنسان العقلي أصلا هي مثل الكمبيوتر، هناك software وhardware، في أن هناك برنامج وهناك معالج أو العتاد المادي للكمبيوتر وللعقل، يعني اللي هو الدماغ عندنا نحن البشر. فبهذه النظرية إذا أنت استطعت أن توفر للكمبيوتر العتاد المناسب، يعني الشرائح الموصلة وأشبه الموصلات المتطورة جدا جدا، وربما الكمبيوتر الكمي أو ربما حتى قدرات مادية لم نصل إليها حتى الآن، فلو وفرت له هذه الإمكانيات ومصادر طاقة أيضا كبيرة جدا ووقت كافي، فهو سيصل في النهاية إلى نفس قدرات الإنسان العقلية. هذه نظرية مادية بحتة، فالكثير من الماديين ولا أقول كلهم يؤمنون بهذا المعنى، ولكن كما قلت سابقا بعض العلمانيين وحتى الملحدين يشككون بذلك، لأنهم يقولون كما قلنا سابقا الوعي حتى الآن غير مفهوم، والكثير من الفلاسفة ربما حتى الملحدين كما قلنا يقولون ربما من المستحيل أن نصل إلى حل لنفهم ما هو الوعي، وبعضهم يصرح بأنه شيء غير مادي. ولكن العجيب أن الماديين ليسوا فقط مقتنعين بأنه الكمبيوتر يمكن أن يتطور لينافسنا، بعضهم مثل هيربرت سايمون صاحب نظرية العقلانية المحدودة يقول أنه حاسبات الذكاء الاصطناعي القوي موجودة فعلا، يعني بالفعل وجدت الآن، وهذا كلام سخيف طبعا. يعني مثلا جون سيرل سنستشهد فيه في حلقات مقبلة يرد على هذه المقولة بشكل ساخر ويقول: كما نرى الحماس اليوم للذكاء الاصطناعي في أعلى مستوياته، فقد مر بمراحل مشابهة سابقا ارتفعت فيها التوقعات لمؤشرات ذكاء دعت للتفاؤل والدهشة. فيعني في الثمانينات والتسعينات كان هناك من ينبهر بما كان متوفرا في تلك الأيام وقبلها أيضا. فبنفس هذه الدرجة لما البعض مثل سايمون مثلا يرى هذه الكمبيوترات المتطورة كالموجودة مثلا في جامعة كارنيجي ميلون كما يقول سيرل، فهو ينبهر بذلك ويعتبر فعلا أن هذه الكمبيوترات قد وصلت إلى مرحلة strong AI. ولكن كل العلماء والخبراء يقولون هذا لم يحدث، والكثير منهم يقول بل هذا لن يحدث أصلا. الآن أختم هذه الحلقة بمراجعة لدراسة صدرت عن جامعة هارفارد في الأسابيع الأخيرة عن طالب اسمه عمر شريف، هو مشروع تخرج، عنوان الدراسة مهم جدا وهو إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي القوي نظرة أعمق من منظور إسلامي. أنا قرأت الدراسة كاملة تقريبا من 90 صفحة، معظم ما فيها محاولة فهم ما جاء في الفلسفات الإسلامية التي ذكرتها لكم قبل قليل، استعرض أهم ما قاله الفلاسفة المسلمون والغزالي، ولكن لم يمر على ابن القيم وابن تيمية مثلا، ولكن أنا سأقتصر على خاتمة البحث لأني استعرضت لكم آراء كبار الفلاسفة والعلماء في الإسلام. في الخاتم يقول: الغرض من هذا المشروع البحثي هو فهم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي القوي ممكن التحقيق من منظور إسلامي، ومع ذلك فإن فرضية مشكلة البحث هي نفسها مشكلة، فلا يوجد بالفعل منظور إسلامي واحد كما رأينا. وسنأتي الآن للتفصيل هنا. فيقول: كل الفلاسفة العرب جميعا لديهم تصور عن الروح، هم يعتقدون أن الروح غير مادية والعقل من تكوين الروح، فالوعي يتطلب وجود روح، هذا متفقين عليه كل الفلاسفة حتى المختلفين فيما بينهم، حتى الذين كفر بعضهم بعضا. يقول هنا الكاتب: على هذا النحو ليكون الذكاء الاصطناعي القوي قابل للتحقيق يجب أن تكون الحالة هي أن الروح يمكن تمثيلها في شيء مثل الآلة، وهذا ما قلته أيضا في الحلقة السابقة، يعني لن يكون للروبوت وعي حتى نجيب على السؤال هل يمكن أن يوجد للروبوت روح؟ طيب إذن الآن السؤال هل يمكن أن توجد الروح في هذا الروبوت؟ هنا يقول المؤلف أو الباحث: من وجهة نظر الكندي والرازي ليس واضحا تماما ما إذا كان يمكن أن يحدث تطور الفكر في الآلات أم لا، ولكن أنا لا أوافقه على ما قال لأني لم أجد أيضا ما قاله هنا بهذه الدقة. فحتى لو لم يصرح الرازي والكندي بأن الروح هي مصدر الفكر، لكنهم لم يقولوا شيئا معاكسا، وعلى أي حال حتى لو قالوا عكس ذلك فهم لا يمثلون الإسلام كما رأينا، هم متأثرون فلسفة أرسطو وأفلاطون. أما ابن سينا فيقول الباحث: هذا لا يمكن أبدا، يعني لا يمكن أن تمتلك الآلات الروح. هنا يقول الباحث أيضا: لا نستبعد حقيقة أن الآلة يمكنها بالفعل استقبال هذا الكيان غير المادي، لأنه عنده شك كما قلنا بما قاله أو مفاهيم الروح عند الكندي والرازي. ربما مصدر هذا الشك عند الباحث لأنه الرازي كان يؤمن بتناسخ الأرواح، فبما أن الروح تتناسخ فيمكن أن تنتسخ أيضا إلى آلة، ربما هذا هو المفهوم، ولكن كلامه هذا ليس مؤثرا على ما قلناه لأن مفهوم تناسخ الأرواح ليس مفهوما إسلاميا. ثم يقول الباحث أن الغزالي كان يرى بعد أن يموت الجسد والروح تنفصل عنه فالبعث يكون لجسد آخر، يعني تبعث الأرواح وتبعث الأجساد أيضا كما قال في تهافت الفلاسفة، ولكن بجسد آخر، الله يخلق جسدا آخر. فلذلك من هذا المفهوم يرى الباحث أنه ليس من الواضح على الفور، هذا مصطلح أكاديمي، أنه هل عند الغزالي يمكن أن يكون الذكاء الصناعي القوي أمر مستحيل أو لا. فطالما أنه يعني الأجساد هذه ستفنى
وأن هذه الروح خالدة، ولكن أرواحنا التي نعيش بها الآن ستحل في أجساد أخرى في الآخرة، فما الذي يمنع إذن أن يعطي الله القدرة لهذه الأرواح أن تحل في أجساد أخرى، هذه الأجساد التي نعرفها اليوم وهي الروبوتات؟ طبعا هذا كلام ساقط تماما، لأن الأرواح لا نتحكم فيها لا في حياتنا هذه ولا في الآخرة. لذلك من المؤسف هنا أنه ينتهي الباحث إلى هذا الكلام اللي هو كلام عام كما رأينا، فيقول لا يوجد سبب لاستبعاد أن نفس خصائص الحياة يمكن أن تندمج في شيء مثل الآلة. هذا كلام ما له علاقة أبدا بالإسلام، إلا إذا تأثرنا بفكرة الرازي تناسخ الأرواح، أو فكرة أفلاطون بالأساس، أو الأفكار الغنوصية. وحتى بهذا المعنى ما في أي دليل أبدا حتى عند البوذيين على أن هذه الأرواح الموجودة في الديدان وفي الحيوانات الأخرى هي أرواح لكائنات أخرى أو لبشر سابقين. هذا افتراض عندهم ما في أي دليل عليه، وحتى لو كان عندهم دليل على ذلك ما الدليل على انتقال أو إمكانية انتقال هذه الروح سواء من حيوان أو من إنسان إلى آلة، إلى روبوت، إلى كمبيوتر مثل هذا الذي أمامي الآن؟ هذا لا يمكن أبدا ولم يحدث سابقا، وما في أي تجربة لحدوث ذلك أصلا. مع أن الباحث هنا يقول أنه ما في شيء يمنع أن الله جل وعلا يفعل ذلك، نحن نقول نعم الله قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق وعيا في هذا الكمبيوتر بدون تدخل مني، لكن هذا لم يحدث، ولا ينبغي أن أشغل نفسي باحتمال أن يخلق الله وعيا في هذه الكائنات وتحديدا الروبوتات التي صنعناها نحن. فالروبوت مثله مثل أي جماد بالنسبة لنا. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة أن هناك روح بشكل أو بآخر لا نفهمه موجودة في الجمادات، وبعضها خلق له وعي أو الله جل وعلا أنطقه، كما في الجذع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الآيات التي تحدثت عن عرض الأمانة على الجبال، وأن الله تحدث إلى السماوات والأرض فردت عليه سبحانه وتعالى بالطريقة التي لا نعرفها، ولكن ما دامت ردت فإذا لديها وعي، حتى لو لم يظهر هذا الوعي إلا في حالات معينة الله أنطقها بها. فإذا بهذا المعنى نحن لا ننكر أن الحديد الذي نصنع منه الروبوت لديه وعي خاص به، ولكن ليس هذا موضوعنا. نحن نتحدث عن الروبوت نفسه بعد أن يتطور لديه الذكاء. هذا الروبوت المجسد أمامي تحديدا، هل هو لديه وعي؟ وهل من خلال تطور الذكاء عنده سيصل إلى مرحلة الوعي التي نتحدث عنها، والذي لا يحدث إلا بوجود الروح الخاصة بالروبوت وليس بالحديد الذي فيه؟ فهذا لا يكون إلا إذا الله جل وعلا خلق له روحا خاصة بالروبوت نفسه، أو نحن استطعنا أن ننقل أرواحنا من أجسادنا أو من الحيوانات أو من أي شيء آخر إلى هذا الروبوت. وكما قلنا يعني الروح الحيوانية ليست مفكرة، فنحن لما نتحدث عن الوعي المفكر نتحدث عن وعي الإنسان أو وعي الجن، فيجب أن ننقل هذه الروح إلى هذا الروبوت، وعندها نقول لديه وعي. وهذا لا يحدث، وليست لدينا أي آلية لفعل ذلك، بل لدينا آية تكاد تجزم الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني تقريبا كل البشر من أيام آدم إلى الآن مع كل ما لدى الغنوصيين من حماس ومن طموح وكل السحرة وكل من خاض في العلوم السرية لفهم الروح والخوض فيها ومحاولة التأثير فيها والتأثير في الجمادات والكائنات الأخرى، كلهم لم يصلوا إلى شيء مؤثر، كلهم لم يستطيعوا أن ينقلوا هذه الروح بشكل إرادي، بشكل قابل للتحكم والتكرار. كل ما يحدث أن هذه الروح يمكن أن تنفصل عنك جزئيا في مرحلة النوم، ولكن أنت لا تتحكم في خروجها، والأهم أنك لا تنقلها إلى شخص آخر أو إلى كيان آخر، أو تقول لروحك أريدك أن تنتقل إلى هذا الروبوت وأن تحلي فيه. فهذا هو ما يتحدث عنه الذكاء الاصطناعي الآن، وهذا ما نراه في بعض الأفلام. في فيلم أفاتار مثلا، هناك أجساد لبشر ينتقلون إلى كوكب بعيد جدا، ثم من خلال تقنية تكنولوجية معينة تنتقل أرواحهم، لا يقولون روح طبعا، لكن يقولون الوعي، هذا الوعي أو هذا الكيان المفكر ينتقل من هذا الجسد إلى جسد حيوي آخر، يعني جسد مثل البشر ولكن على هيئة الكائنات الفضائية التي تعيش في ذلك الكوكب البعيد، فينتقل وعيه من جسده البشري إلى جسده الفضائي. ولكن بالمعنى الأقرب إلينا هناك أفلام أخرى، مثل فيلم مثلا ترانسندنس لجوني ديب أو بطولة جوني ديب في عام 2014، فيلم بمعنى التسامي، هو عالم بالذكاء الاصطناعي وينقل وعيه إلى الكمبيوتر ويصبح أكثر قدرة بكثير على التفكير والتأمل والإبداع الفكري والتكنولوجي بعد موته، لأنه في حياته كان محدود بحدود الدماغ الذي نعرفه الآن، أما لما انتقل إلى الكمبيوتر فكان عنده إمكانيات أكبر بكثير، أن كل كمبيوترات العالم متصلة ببعضها، فيمكن من هذا أن يكون أكبر بكثير في التفكير، فيقدم اختراعات تكنولوجية هائلة ويحل مشاكل العالم بعد أن مات، بعد أن انتقل وعيه إلى الكمبيوتر. هذا المعنى كما نقول مستحيل، لأن الروح لا تنتقل أصلا، ما في تناسخ أرواح أصلا بين أجساد بشرية، وبالأحرى لا يمكن نقلها أيضا إلى أجساد أخرى تحديدا أجساد صناعية وروبوتات. الجزئية الأخيرة التي قالها باحث هارفارد يقول أن هناك قدرات تحدث عنها علماء الإسلام هي التي كانوا يجادلون فيها بأنها هي سبب العقل والروح، وهي تشبه بعض القدرات الموجودة اليوم، خوارزميات التعرف على الأشياء وخوارزميات الفن التوليدي يعني الإبداعي، التي نجدها في ميدجيرني مثلا، تقول له أريد أن تبدي علي تصميم فيه مواصفات كذا فيقدم لك ما يسمى الفن التوليدي، ونماذج
اللغة الكبيرة. فيقول الباحث بما أن هذه الثلاث موجودة الآن في الذكاء الاصطناعي وهي التي كان يجادل علماء الإسلام بأنها هي سبب وجود الروح أو هي نتائج وجود الروح، فإذن كما يقول الباحث هي التي تظهر الفهم الحقيقي وهي التي تتطلب روحا واستقبالا للمعرفة من العقل. هو يترك الموضوع مفتوح يعني ولا يقول لك نعم هذا ممكن، لكن يقول يعني إذا استقرأنا آراء علماء الإسلام كما قلنا سابقا ومنهم فلاسفة الإسلام المتأثرين أصلا بأرسطو وأفلاطون لا يمثلون الإسلام نفسه، فليس لدينا ما يمنع احتمال ذلك. ولكن مرة أخرى نقول ما في أحد من هؤلاء الفلاسفة والفقهاء أصلا كان يناقش هذه الفكرة بهذا المعنى. ما كان عندهم لا آلات ولا روبوتات في تلك الأيام، فلما قالوا أن الروح آثارها هي التفكير والتمييز واللغة والإبداع الذي يشبهه بالفن التوليدي، هم كانوا يتحدثون عن الإنسان تحديدا بمقابل الحيوان، وكانوا يقولون الروح هي جسم لطيف يسري في البدن كما رأينا، ومن سريانه في البدن تظهر هذه الآثار الحيوية. لكنهم ربطوا هذه الحياة وهذه الآثار بالروح التي قالوا هي أثر علوي، هي جسم نوراني علوي يحل في الإنسان. ولو وجدوا روبوتات في تلك الأيام كانوا في الأرجح سيقولون هي آلة تقلد الإنسان في هذه القدرات، ولكن لن يفكروا أصلا بأن روحا حلت في هذه الآلات. هي آلات تحاكي الإنسان في قدراته، في بعض قدراته فقط، ولكن هذه القدرات ليست نتيجة لوجود الروح. وأقول أيضا كانت هناك بعض الآلات الميكانيكية في العصور السابقة، في العصر العباسي كانت هناك ساعات متقدمة مثلا وفيها بعض التماثيل التي تتحرك وبعضها كان يصدر أصواتا، فما أحد منهم قال إن هناك روحا قد حلت في هذه الآلات. أتحدثون عن العلماء والفلاسفة وليس العوام والجهلة مثلا. ومهما تطورت أيضا تلك الآلات الميكانيكية في تلك الأيام، ما كان أحد من الفلاسفة وعلماء الإسلام يقول إنه هذا مدخل للتفكير باحتمال وجود أو انتقال روح إلى هذه الآلات، وأنه ستتطور لاحقا لتصبح بمكان يستحق أن نبحث هل ستفكر بالطريقة التي تفكر فيها وهل ستعي ذاتها فنستنتج من ذلك أن لها روحا. فإذا وجود هذه القدرات كما يقول الباحث ليست أبدا بالمعنى الذي فهمه والذي كان يفكر فيه علماء الإسلام في تلك الفترة، بل كانوا يقارنون كما قلنا بين الإنسان وبين الحيوان. إذن خلاصة الكلام ألخص مرة أخرى أن هذا الوعي نتيجة لوجود الروح، وأن هذه الروح لا يمكن التحكم فيها ولا نقلها من الإنسان إلى أي آلة أو إلى روبوت، ولا يمكن للروبوت مهما تطور ذكاؤه الاصطناعي أن يصل إلى سترونج AI أو إلى سوبر AI أو جنرال AI. نعم ستتطور هذه القدرات والإمكانيات ولكن لن تصل إلى مرحلة الوعي بالذات. وسنفصل أيضا في حلقات أخرى إن شاء الله في هذا الموضوع، حتى تقريبا لا نترك إن شاء الله أي شبهة في هذا الموضوع إلا ونناقشها. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.